أن يكون الإنسان عالماً فقيهاً فذاك شيء عظيم، ولكن أن يكون عالماً فقيهاً صانعاً للعلماء والفقهاء والمفكرين فذاك أعظم. هكذا كان إمامنا جعفر الصادق سلام الله عليه، الذي نستذكر ذكرى استشهاده في مثل هذه الأيام. وهذا ما دفع أبرز الفقهاء والعلماء في زمانه كي يحرصوا على أن يتتلمذوا على يديه، على الرغم من أن بعضاً من هؤلاء العلماء والفقهاء كانوا أكبر منه سناً، بل وبعضهم أقدم منه في مجال الأستاذية وتعليم الناس. مع هذا كانوا يحرصون أشد الحرص على أن يحضروا مجلس جعفر الصادق عليه السلام ويتتلمذوا على يديه، ويفتخروا بأنهم من تلاميذ جعفر الصادق سلام الله عليه، ويتواضعوا بين يديه، على الرغم من أن الإمام الصادق عليه السلام في بعض تلك المجالس كان يخاطبهم بشكل مباشر في تفنيد بعض آرائهم وبيان أنها تبتعد عن المنهج الإسلامي الصحيح في فهم الآية أو في استنباط الحكم الشرعي أو في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ومع هذا ونحن نعلم كم هذا الأمر شديد على العلماء أن تفند آراءهم أمام الناس مثلاً أو في مجلس عام، مع هذا كان هؤلاء يصرون على التتلمذ على يدي الإمام ويزدادون تواضعاً بين يدي الإمام سلام الله عليه، وكانوا يحرصون مع كل ذلك على حضور مجلسه، لأنهم كانوا يعلمون من هو جعفر الصادق عليه السلام وماذا يعني التتلمذ على يدي جعفر الصادق عليه السلام. ولذا كان مجلسه يغص بهؤلاء العلماء، كما نقل الحسن بن علي الوشا صاحب الإمام الصادق عليه السلام حين قال بأن هناك وأنه شهد 900 شيخ في الكوفة في مسجد الكوفة بخلاف من كانوا في المدينة المنورة، 900 شيخ كلهم يحدث قال جعفر الصادق عليه السلام. وعندما نقول 900 شيخ يعني 900 أستاذ، 900 أستاذ، 900 معلم، 900 عالم كانوا يحدثون قال جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. هذه الصورة، صورة أن الإمام سلام الله عليه كان صانع العلماء والفقهاء، لخصها الإمام أبو حنيفة حين قال لولا السنتان أو لولا العامان لهلك النعمان. في خطبة سابقة عن الإمام الصادق عليه السلام تحدث عن كتاب جليل رائع كتبه المستشار المصري عبد الحليم الجندي عن الإمام الصادق عليه السلام. أريد أن أستشهد بمقطع آخر مما كتبه عن الإمام. يقول في هذا المجلس بالمدينة أو بالكوفة في إحدى قدمات الإمام جعفر إلى العراق، يعني النص مو مبين إن هل هو في المدينة أم في الكوفة، لعله في الكوفة عندما كان أحياناً يسافر إليها الإمام عليه السلام أو إلى العراق. دخل أئمة الكوفة مجتمعين، أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، على الإمام جعفر، فجعل الصادق ينبه أبا حنيفة مكتشف أداة القياس على خطرها في حضور العالمين الآخرين. يعني الإمام كان يقول له هذا خطأ، هذا كذا، وأن تأثير سلبي جدا. وفي مواجهة هذين يقول الإمام الصادق لأبي حنيفة اتق الله ولا تقس الدين برأيك. ولقد يكون أبو حنيفة في حلقته بالكوفة
أو في المدينة فيقف عليها الإمام الصادق، يدخل الإمام المجلس ولا تقع عليه عين أبي حنيفة، ما ينتبه إن الإمام داخل، فإذا لمحته عيناه ذهب أبو حنيفة، هب أبو حنيفة واقفاً وهو في مجلس الدرس يعني أثناء تدريسه، فقال: يا ابن رسول الله، لو شعرت بك أول ما وقفت ما رآني الله أقعد وأنت قائم. يعلق هني المستشار الجندي ليشهد الله على دخيلة نفسه، على ما في نفسه، أنها لا تقبل الجلوس والإمام قائم. أية هيبة كانت للإمام الصادق وأبو حنيفة. يكبر الإمام الصادق سناً لعل بثلاث أو ست سنوات حسب اختلاف الروايات. مع هذا وما كان لشأن أبي حنيفة العلمي أيضاً بين جمع من الناس، مع هذا في أثناء الدرس كان يهب واقفاً لاستقبال الإمام عليه السلام. وأبو حنيفة، يقول المستشار الجندي، وأبو حنيفة أكبر عمراً من الإمام الصادق، لكن الصادق يشد أزره بعبارات مشجعة فيقول له: اجلس يا أبا حنيفة، فعلى هذا أدركت آبائي. يعني أنا على تواضع رسول الله الذي كان لا يحب أن يقف له أصحابه حين يدخل المجلس، وعلى سيرة علي عليه السلام جدي الذي كان يقول للناس: لا تعاملوني بما تعامل به الأعاجم ملوكها، كذلك أنا على هذا التواضع، لا أحب مثل هذا الأمر. ويضيف المستشار الجندي: وكان، يعني أبو حنيفة، لا يخاطب صاحب المجلس إلا بقوله: جعلت فداك يا ابن بنت رسول الله. وأيضا يكتب في كتابه، يقول: لقد يجيء للمناظرة عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد مؤسس مذهب الاعتزال المعتزلة. لقد يجيء، وأكبر من الإمام سنا، ولقد يجيء للمناظرة عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة. فإذا انتهى الكلام قال عمرو للإمام، عمرو بعد ما يخلص ويسمع كلام الإمام وينبهر بكلام الإمام سلام الله عليه: هلك من سلبكم تراثكم ونازعكم في الفضل والعلم. ثم يضيف: ويجيء إمام خراسان عبد الله بن المبارك، وهو إمام فقه وبطل معارك، تلمذ للإمام زمانا ولأبي حنيفة، وفي الإمام جعفر شعره الذي ورد فيه. هو قائل عبد الله بن المبارك إمام خراسان في زمانه: أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء. ولا شك أن مجرد امتلاك الإمام الصادق عليه السلام للعلم لم يكن هو وحده الكفيل بأن يؤثر كل هذا التأثير في مثل هؤلاء العلماء والفقهاء وفي سائر الناس، بل كان ذلك مساوقاً لما بلغه الإمام عليه السلام من التقوى ومن الورع ومن الإخلاص في سبيل الله، وأيضاً من تواضعه وتقديره للعلم والعلماء وإن اختلف معه هؤلاء العلماء. وهذا ما أثر فعلاً وذكرته النصوص بأنه تأثر به فعلاً من تتلمذ على يديه فأخذوا عنه شيئاً من تلك الصفات. يقول الإمام مالك ابن أنس: كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي اخضر واصفر، ولقد اختلفت إليه زماناً، يعني كنت أتردد عليه، فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصلياً، وإما قائماً يعني للتعليم، وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث عن رسول الله إلا على الطهارة، ولا يتكلم فيما لا يعنيه،
وكان من العلماء والعباد والزهاد الذين يخشون الله، وما رأيته قط إلا ويخرج وسادة من تحته ويجعلها تحتي، تقديراً للعلم وللعلماء، على الرغم من أننا نعرف أن مدرسة الإمام المالك تختلف عن مدرسة جعفر الصادق عليه السلام، ومع هذا كان الإمام يكرمه بمثل هذه الصورة التي أثرت في نفس الإمام مالك. هنا يعلق المستشار الجندي على التأثر، يقول: وأصبح مالك، يعني مما تعلمه من الإمام الصادق، وأصبح مالك إذا ذكر النبي اصفر لونه، فإذا تساءل جلساؤه قال، إذا قالوا له ليش أنت تتغير من تذكر النبي، قال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. يعني لو رأيتم ما رأيت من جعفر الصادق عليه السلام وهو ابن بنت رسول الله لما أنكرتم علي ما رأيتم. وأضاف الجندي: تعلم مالك الكثير من السلوك على الإمام جعفر. كل هذا نضيف لعنصر مهم جدا، وهو قوة الإمام عليه السلام في الحق، حيث لا تأخذه في الله لومة لائم. ابن أبي ليلى الذي ذكرنا اسمه قبل قليل هو قاضي، كان في زمن الأمويين قاضي مبرز ومقدم، وأيضا كان قاضيا على زمن العباسيين. ابن أبي ليلى يلاقي الإمام في إحدى المرات، ابن أبي ليلى يسأل إحدى المرات، يقال له: أكنت تاركا قولا أو قضاء، أنت وصلت لحكم في قضية، هل ممكن تتنازل عن الرأي والحكم الذي وصلت إليه لرأي أحد؟ أجاب: لا، إلا لرجل واحد هو جعفر بن محمد الصادق. ولربما يتساءل الإنسان: لماذا خصوص الإمام جعفر الصادق؟ هناك موقف للإمام الصادق مع ابن أبي ليلى. يسأل الإمام الصادق أول ما شافه أول مرة: أنت ابن أبي ليلى القاضي؟ الإمام ابن أبي ليلى يجيب الإمام: نعم. هنا ينبه الإمام على نقطة، يقول له: تأخذ مال هذا، أنت من خلال موقعك تحكم، تأخذ مال هذا وتعطيه هذا، وتفرق بين المرء وزوجه، لا تخاف في ذلك أحدا، فما تقول إذا جيء بأرض من فضة وسماء من فضة ثم أخذ رسول الله بيدك فأوقفك بين يدي ربك فقال: يا ربي هذا قضى بغير ما قضيت. هنا تأثر حسب الرواية حتى اصفر لونه كالزعفران، هكذا تقول الرواية، تأثر ابن أبي ليلى. نحن نقول بأن هذا التأثير كله يأتي من خلال عناصر متعددة جمعت في شخصية الإمام جعفر الصادق عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا معدن العلم، فقد وفيت بالعهد الذي أخذته على نفسك بحضرة أبيك الإمام الباقر وقد جاءه الموت، حيث قال لك: يا جعفر أوصيك بأصحابي خيرا، فأجبته: جعلت فداك، والله لأدعنهم، والرجل يكون في المصر فلا يسأل أحدا، يعني سأعلمهم وأجعلهم في المستوى العلمي والمعرفي الرفيع بحيث لا يحتاجون إلى سؤال أحد، بل يكتفون بما علمتهم إياه من العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.